مرحبا بكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم خطوات أردنية. رحبوا معي بضيوفي لهذه الحلقة أصحاب شركة مارسيليا لتأجير السيارات وبتحديد في عمان. بداية نسعد مساكم. الله يمسيك بالخير. في البداية أستاذ أسامة تعرفني وتعرف السادة المشاهدين بنبذة بسيطة عن حالك. هلا أنا أسامة، العمر 39 سنة. خلص MIS. حاليا بنشتغل احنا بتأجير السيارات السياحية، يعني احنا الحمد لله مكتبنا ميزته انه بحرم المطار او فندق المطار. طبيعة شغلنا احنا يعني اغلب شغلنا على المغتربين والسياح، يعني ميزتنا احنا بالعمل هون انه عادة الزبون التواصل معه انه مباشرة بنستلمه من المطار، بياخذ السيارة طبعا، وبعد هيك لما يرجع السيارة برضه بنوصله للمطار، ما في غلبة. ميزتنا ممكن على مكاتبنا احنا 24 ساعة متواجدين، يعني بأي وقت شو مكان رحلة الزبون، كان صبح المساء بأي وقت احنا موجودين، يعني خدمتنا 24 ساعة. بتوفي. أستاذ سامر تعرفنا بحالك. أنا سامر أبو ميالة، العمر 36 سنة. أنا مدير بشركة تأجير سيارات سياحية، شركة مارسيليا، ومدير سابق بشركة داني لتأجير سيارات سياحية. والحمد لله ربنا وفقنا بعد الكورونا، فتحنا الشركة هاي والحمد لله، يعني دعمنا كويس، وهدفنا بصراحة أول شيء خدمة الوطن وخدمة السياح. بتوفيق. بس تحكي لي شوي أكثر عن بداياتكم، أنتوا كيف إجتكم فكرة إنشاء هذا المشروع وكيف اتجهتوا لهذا القطاع؟ هلأ أريدي أنا بتعرفي لأنه أنا كنت مدير بشركة سابقة، وبصراحة بوقت الكورونا صار في تسكيرات في البلد كاملة، وإحنا من القطاعات اللي تضررت كتير، يعني من أكثر القطاعات اللي تضررت في الأردن اللي هي يعني قطاع السياحة. فبصراحة إحنا سكرنا الشركة القديمة، سكرت. والحمد لله بعد الكورونا إجتنا فكرة إنه يكون في شركة جديدة، والحمد لله ربنا وفقنا وفتحنا الشركة. توفيق. شو هي الخدمات اللي عم بتقدموها عندكم هون؟ إحنا خدمات زي ما حكيت لك إنه إحنا عندنا خدمات إنه للسياح، عندنا رحلات داخلية، عنا مثال بنسلم السيارات حتى بالمطار وإن كان أي مكان بعمان حتى المحافظات. برضو ممكن إنه عنا خدمات للشركات، للمنظمات، رجال الأعمال، ما عنا مشكلة. عنا برضو يعني كادر كسائقين يعني عنده عدة لغات، ممكن إنه نطلع مع السياح، الحمد لله رب العالمين. توفيق. شو اللي عم بيميزكم عن الشركات الثانية؟ بصراحة هلأ إحنا يعني بالنهاية شركة خدمية، يعني تأجير السيارات السياحية هي عبارة عن تأجير سيارات. هلأ اللي بيميزك أول إشي تعاملك السيارات اللي عندك، يعني بالنهاية الثقة اللي بتعطيها للزبون والزبون بياخدها منك هي هاي اللي بيميزك عن بقية الشركات، ولا هي أوريدي يعني السيارة اللي راح يسلمها من عندك راح يسلمها من أي شركة تانية. بس الموقع بيميزك، عدم تأخير الزباين، استلامه من جوا المطار أوريدي، يعني لما يسلمها من المطار أكيد راح يرجعها جوا المطار، فهاي يعني بتريح كتير الزبون، ما بتأخر على الطيارة ولا حدا بيأخره، فالموضوع بكون كتير سلس. وبتعرف إحنا لأنه وجهة السياحة يعني للسائح أو المغترب، يعني اللي بيجي على البلد أول ما رح ينزل رح يكون أنت بوجهه، فدائما إحنا بنعطي الصورة الحمد لله الصورة الكويسة للبلد، والتعامل دائما بكون هو الأساس، يعني أساس الزبون يكون مرتاح ومبسوط. نعم. ما هي رؤيتكم المستقبلية؟ أنتوا شو حابين تعملوا لقدام؟ لا ان شاء الله احنا يعني بشكل عام ان شاء الله يعني بنفكر انه نطور حالنا بزياده، ممكن انه نفتح فروع ثانيه، عده فروع. انا مبدئيا يعني بشكل عام الحمد لله يعني كل عمانه بنتطور شوي شوي، بس هي حسب الظروف ووضع البلد هي مش مساعدتنا بزياده، اما ان شاء الله بتحسن الوضع وان شاء الله يمكن سنه سنتين تلاقينا عندنا كم كبير من السيارات و بصير اسمنا معروف ان شاء الله. ان شاء الله. بس اصلا ايش هي المشاكل والمعوقات اللي انتم عم بتواجهوها بهذا القطاع؟ هلا بصراحه المشاكل والمعوقات بتتفرع لعده فروع، يعني احنا بصراحه اول شيء بوجه شكر كثير كبير لجلاله سيدنا لانه دائما بحث الحكومه على الشباب وساعدوا الشباب وسهلوا المساعدات لإلهم، فالحمد لله رب العالمين. أول إشي بوجه له تحية كتير كبيرة والله يطول بعمره يا رب، والتحية الثانية بوجهها لنقابة التأجير السيارات السياحية. إحنا كانت مواجهتنا مشكلة كتير كبيرة في العمر التشغيلي للسيارات السياحية، العمر التشغيلي كانت 5 سنوات
وبصراحة بفترة الكورونا النقابة اشتغلت على هذا الموضوع ومددوها لست سنوات، وإن شاء الله أنه مطالبنا أنها تصير 8 سنوات، لأنه مشكلة منواجهها في العمر التشغيلي أنه السيارة تكاليف السيارات ارتفعت بشكل كتير كبير. يعني السيارة اللي كان سعرها بالسوق جديدة زيرو في الوكالة صار كان سعرها 14,000، اليوم حقها 19,000 و20,000. فهذا الفرق الملحوظ على سعر السيارة صفى مخاسر علينا، يعني احنا سعر السيارة زاد علينا وبنفس الكوست ارتفع علينا. فهاي كتير مشاكل كتير احنا قاعدين بنواجهها، فعشان هيك احنا بنطلب بصراحة تمديد العمر التشغيلي، لأنه إذا حسبتيها على الورقة والقلم بكون كوست السيارة أعلى من الدخل للفترة كاملة تبعتها. نعم. يعني صفى الموضوع مش مجدي كتير بصراحة. يعني حتى جائحة كورونا أثرت معنا، يعني جائحة كورونا سنتين ما في شغل، البلد كلها مسكرة، السيارات ضلهم صفين وفين، هذا كله من عمرهم التشغيلي. يعني فالسنة أعطونا سنة بعتبر أعتقد أنها قليلة كتير، يعني أقل حد لازم 8 سنين للعمر التشغيلي للسيارات السياحية. بعدين بشكل عام لو حكينا مثال 8 سنين تكون سيارة حالية 2015-2016 برضو حديثة، احنا بنرخص كل سنه، يعني الوضع الطبيعي اذا في سياره شكلها مش مقبول فيها عيب على الترخيص ببين معنى، يعني الواحد ما بقدر يرخص السياحي اذا كان في عيب بسيط بالسياره. وهنا مشكله لو يكون العمر التشغيلي 8 سنوات، منه بدعم هالسياحه وبدعم، يعني في شركات كثير وهذول حرام، يعني كلهم صفوا انه بشري السياره وكاله زي ما حكى اخوي ابو يوسف، بشري السياره وكاله اول اخر 5 سنين، بعد هيك بدنا نحولها خصوصي، حولها خصوصي بدك تبيعها مثل الفرية هاي كلها. يعني بأحسن حالات إذا كان شغلك كثير كويس طلعت راس الطاية، وأغلب يعني الشركات كلها بتروح بمخسر فيها للأسف. نعم، ننتقل إلى الجانب الوطني. لو قدر لك والتقيت بصاحب الجلالة ماذا ستقول له؟ صاحب الجلالة أول شيء الله يطول بعمره ويخلينا له يا رب طول عمره. يعني صاحب الجلالة بيحكي إنه ندعم الشباب، فصدقا انا مش شايف الحكومه بتدعم الشباب، بالعكس احنا بنعاني بهاي الشغله، يعني في معوقات كثير لنا احنا كبدايات، هاي بدنا بس احنا دعم منهم. احنا بنطالب احنا كسياحه سيارات سياحيه نكون العمر التشغيلي اقل حد يعني 8 سنوات والله يطول بعمره ويخلينا ان شاء الله. بس اكيد انتم في حدا ترك بصمه بحياتكم واعطاكم الدافع اللي وصلتوا لهي المرحله، فانتم لمين بتحبوا توجهوا رساله شكر عبر برنامجنا؟ لوالدي الله يرحمه، يعني طول عمره دعمنا، هو من شهرين توفى، طول عمره دعمنا وبرفع معنوياتنا والحمد لله رب العالمين. الله يرحمه يا رب، كان مبسوط منه ومبسوط من اولاده وكل عمالهم بيطلعوا وبيكبروا، الحمد لله رب العالمين الحمد لله. يعني هو بصراحه كان الداعم الاساسي والاول لنا. نعم، كيف يمكن للسادة المشاهدين التواصل معكم؟ تحكي لي أكثر وين موقعكم بعمان وطرق التواصل معكم؟ هلا احنا موقعنا جوا حرم مطار الملكة علياء، جوا الفندق مطار الملكة علياء. التواصل عندنا على السوشيال ميديا كامل، صفحاتنا موجودة باسم مارسيليا رنت أكار، وتليفوناتنا أكيد هلا رح نعطيكم إياها كاملة. واللي بيميزنا عن باقي الشركات إنه احنا دوامنا 24 ساعة. يعني اي زبون بيجي كانت طيارته الفجر قبل الفجر احنا هون دوامنا 24 ساعه، وهذا الاشي كثير بيريح الزبون، وبصراحه يعني الحمد لله الزبائن كثير مرتاحين بالتعامل بهذا الشيء. شكرا لكم. وفي نهايه هذا اللقاء اعزائي المشاهدين نود ان نشكر شركه مارسيليا على حسن استضافتهم لنا وعلى امل اللقاء بكم مجددا. نورت شاشتنا، شكرا لكم. شكرا لك. خليكم صحيح.